أخوانكم وأخوتي في الحكومة العراقية وزملائي ورفاقي في قيادة الحركة الديمقراطية الآشورية، وأحب أعبر عن سعادتي حقيقة أنه اليوم متواجد بيناتكم حتى نكون نؤدي واحد من واجباتنا ومهامنا هو التواصل مع المجتمع والوقوف وياهم عن قرب على الأحداث والمستجدات السياسية والآراء والتحليلات والمواقف اللي نحملها عنها، نحاول ننطي ما عندنا من آراء وناخذ من عندكم مقترحات أو آراء. إضافة إلى هذا حقيقة أستدرج من هذا الموضوع إلى طروحات أخرى موجودة اليوم في الساحة السياسية العراقية، وهي ما موجود يتناقل اليوم من مشاريع فيدرالية أقاليم محافظات الرافقة من مع مشروع المطروح من قبل قيادات وتيارات الكلدانية السريانية الآشورية بتشكيل أو استحداث محافظة في ساحل نينوى. طبعا هذه المشاريع أيضا هي إضافة إلى موضوع ضرورة استكمال انسحاب القوات الأمريكية، أنه عندنا كثير من المشاكل والمشاريع المعلقة داخل العراق، منها اليوم صارنا سنين نتحدث عن قانون النفط ولم يكتمل، نتحدث عن المادة 140 وتداعياتها ومشاكلها واللي هي المفروض مادة مرحلية وليست على مر الدهر، ليست دستورية تبقى تنتهي باستكمال مفرداتها ومشاكلها لكنها لا زالت معلقة. عندنا مشاكل في القوات الأمنية عفوا بإدارتها وليس في تفاصيلها وأفرادها. حقيقة أنا بطبيعتي أحب أكثر أنه نتناقش، حاولت أسرد مختصر عن الواقع السياسي، لكن كل ثقة بهذه الوجوه الموجودة أنه هي مليئة ب قد تكون استفسارات، قد تكون انتقادات، قد تكون مقترحات أو أسئلة ممكن نجاوب عليها، فما راح أخذ من وقتكم أكثر، إنما الوقت اللي نعطيه أكثر هو للنقاشات، وأنا أيضا من البارحة والصبح قايم وليها السما نايم، فتعذرونا يعني، إن شاء الله راح نتواصل وياكم بالأجوبة، شكرا جزيلا. معالي الوزير السيد ملازر، أهلا وسهلا بكم. ونحييكم هنا في ديترويت. سؤالنا اللي يتردد الآن هو تشكيل محافظة مسيحية في ساحل نينوى. أليس هذا ترجمة للحكم الذاتي، فكرة الحكم الذاتي، أو شيء آخر؟ ما فوائد هذه المحافظة المسيحية؟ هل راح تحصر المسيحيين في هذه المحافظة؟ يعني المسيحيين البسطة وبغداد أو غير مكانات؟ أريد توضيح هذا الأمر لأنك أنت أكيد مطلع على هذا الموضوع، فوائد إنشاء محافظة مسيحية في سنين. البرلمان كلف لجنة داخل البرلمان لسن قانون، لصياغة قانون المادة 125 اللي من ضمن إدارات محلية، وطبعا المستفيدين منها راح يكونون أكثر من سهل نينوى، لأن هناك مناطق كثيرة من الأقبار والبصرة يريدون يستفادون من هذا القانون لوجود بعض الفوائد الجغرافية الاقتصادية الثقافية في مناطق أخرى. أيضا هاي المواقف تريد تكون لها الخصوصية في إدارة نفسها بنفسها، هذا معنى الحكم الذاتي. ماكو في القانون العراقي، الدستور العراقي، تشكيل معين اسمه حكم الذاتي. بالنسبة لأنه إذا شكلت هذه المحافظة، طبعا أنا أتصور أنا أقدر أتحدث عن نفسي، أنا مولود مثل ما ذكر بالسيفي في كركوك وأحب الحياة في بغداد، فما راح أتحول لهذه المحافظة أبدا. لا يعني تشكيل هذه الوحدة الانسلاف من العراقية أبدا، هناك مصالح، هناك حياة، هناك الناس يعني تكونت شخصيتها في مدن معينة، لا يمكن أن تنسلخ تروح غير مكان، لكن لا يعني هذا أنه ما ممكن نحافظ أو نقوي ركائز ثقافة معينة في منطقة معينة، لأن حقيقة يعني التوسع مرات يصير على حساب ثقافات وتواجد معين. اليوم ليش
اللي قاعد في مركز الموصل اللي نفوسه كثيره هو يقرر عن ما موجود في الكيف او ما موجود في الحمدانيه بما يخص الارض، بما يخص الممارسه اليوميه، بما يخص التقاليد، بما يخص الحياه في الشارع عموما. هو هذا الفرق راح يصير، انه هذا راح يقرر كيف راح تكون حياته تحديدا وجود الفوارق الدينيه المذهبيه الثقافيه عموما. شكرا. سيادة الوزير، أين هي المصالحة الوطنية؟ أكو ناس إذا عندها نفس مثلك تشتغل، قبل كم يوم 600 من حملة الشهادات وغيرهم اعتقلوا. أوكي، إحنا نعرف والكل يعرف وما يختفي، 80% من العراقيين كانوا باعثين. 80% باعثين، إحنا ظلنا نعتقد بالباعثين، يوم الخروج منه ويوم نسمع شيء نجيبه إنه هذا باعثين. فيقول هذا البلد كان باعثي. بلد ما بيقى حزب واحد. تتخرج من الكلية باعثي، تتوظف باعثي. هذول كذا. الباعثيين كانوا اساتذه الجامعات وضباط وقاده وكل شيء ومشوا بلد. بس حزب الباعثي انحل. زين انتم حلوا العالم يعني يوميا لو انه بدت العمليه انسحاب امريكي خوف المالكي على الكرسي ماله يريد ايران تدخل بصوره رسميه وليس صوره مبطنه تستلم زمام الامور بالعراق. بل خلى بلش الجماعة. هذا السؤال الأول سيادة الوزير عن المصالح الوطنية. يعني قبل روشته ولا أسأل؟ سيدة ممكن السؤال يعني بدون شرح. زين لا لا مو كاتب. باختصار باختصار. بس تيهد سيادة الوزير التاج ناظرت من اجل اول ما تشيل نقول انه كنت منتمي الى احزاب مسيحيه او ناظرت من اجل القضيه المسيحيه. من 2003 لحد اليوم كمسيحيين ايش حصلنا؟ احكي اني وبعدين انت شو تريد؟ حصلنا القتل والتهجير والتسليم والاغتصاب وكل شيء ما تغير بالدستور ولحد الان الاسلام القاصر باقي الدستور العراقي ما راح يتغير انه اذا انا كشخص مسيحي تزوجت من اي بنيه مسلمه اولادي يصيرون اسلام اولادي شنو بنبنون؟ زين وين الدستور؟ اي انا وين الدستور؟ زين وليش الاسلام القاصر؟ احنا هذا ما سويناه سوينا المسيحيين واشكرك سياده الوزير سؤال بقي بعد ما راح لان اخو جماعه وراي مو كل اللي كانوا باعثين، انت تفضلت جنابك انه 80% من العراق وكلامك صحيح جدا كان موقع كل باعثي حتى اللي ميري شاف نفسه فت يوم باعثي هذا صحيح، لكن اللي اعتقلوا مو 80% من العراق اللي تم اعتقالهم عدد محدد ضمن معلومات استخباريه قد تكون صحيحه وقد تكون خطا لكن كل دوله لها اجراءات معينه وهذول ما اعدموا يعني اكو اجراءات احتراسيه، اكو معلومات تجي انه اكو حركه انقلابيه وموجود هذا الشيء موجود، اكو اسماء تنزل، اكو واحد يعترف على واحد. بعدين ما معنى الاحترازيه اي اعتقال هسه اي تهمه تصير قانون عراقي يدخله قبل متهم. اذا موضوعك يغلق تطلع، اذا ما يغلق حسب الموضوع يا اما تطلع بكفاله يا اما تدخل توقيف. فهو هذا الاحترازية يعني المعلومة موجودة الحركة الممارسة للانقلاب والتحضير أنا ما أقول هي ممكن تنجح لكن موجود هذا الشيء ما ممكن بلد ودولة تسلم على هذا الشيء فهل هذا اللي صار قد تختلف وياه معقول جدا لكن اللي ما تختلف وياه أنه ممكن اللي كانوا بالبعث أعضاء فرقة وأعضاء شعبه وحتى مخابرات تم اعتقالهم موجودين بالدوائر وزارتي عندي عندي من افضل الناس واشرف الناس واكثر خبره كان عضو في حزب البعث. واليوم انا اللي قدامك واقف احاول اشيل هذا الاستاذ حتى اخليه يستلم منصب. ليش هذا ما تشوفه بس تشوف فيك؟ هاي موجوده؟ لا موجود كثير منهم، موجود كثير منهم. كثير من الناس اللي اليوم في زمن معين كانوا في حزب البعث وقيادات اليوم موجودين وزراء. ليش بس البرامج؟ ما يهمنا موجود. فكلها موجوده يا عزيز. النقطة الأخرى للمسيحيين تفضلت طبعا صار قتل وصار تعدي وصار قد يكون من أبشع الجرائم مال سيدة النجاة وأنا بشخصي كنت واقف باب الكنيسة من صارت هاي الجريمة.
لكن هل هذا الشيء صار فقط على المسيحيين؟ اليوم ماكو لون من ألوان العراق ما صارهم قتل، واستعملت أنت كلمة قد تكون ما نسجل حالة، لكن صار قتل واختصار وخطف وإرهاب وطلب فدية من كل الألوان العراقية صار هذا الشيء. لكن احنا مالتنا طبعا هو كل واحد جروحة يحس بها اكثر قد يكون، لكن اذا تحسب الارقام اللي قتلوا لانهم شيعة، قد يكون الشيعة في العراق اضعاف المسيحيين، لكن اللي قتلوا لانهم شيعة اضعاف اضعاف المسيحيين، وهكذا الاكراد وهكذا السنة وهكذا. هذا برنامج، هذا ارهاب، هذا برنامج دولي قتلني وقتل الشيعة وقتل السنة وقتل الكل. صار فتنة، المحاولة هي للفتنة. اللي حصلناه ليش ما حصلنا شيء؟ أول اللي حصلنا النظام البائع خلصنا منه، حالنا حاربون العراقيين، لأن ذاك الوقت همنا ما كان إلا حرية ولا نفس ولا كانت معتبر. وحتى هاي النقطة اللي قلت عليها الإسلام، صدام هو قد يكون هو اللي عززها داخل النفس الشارع العراقي، هاي مال الإسلام والقاصر إلى آخره. اليوم على الأقل عندنا حق جاي نحكي هناك، مو هنا بنتروي في المهجر، هناك بنحكي في قناة عاشور. أتذكر صار برنامج بحرية جدا أكون معارض على هالموضوع، وحق طبيعي، ويمكن نوصل إلى مراحل نحلها، لأن ماكو حق إنسان. أنت إذا الدستور بماذا يقول أن لا تتعارض القوانين مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأن لا تتعارض الثانية مع مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، وهي مو بالضبط مثل ما ذكرت. أكو المشكلة اللي نختلف على موضوع ما نذكر عليه، إنه تسمى أنت تقرر من خلال دين معين أشرف الأبوين، هذا مفروض جدا. لكن الجانب الآخر سعنا مرجعيات أمور، هاي فترات مختلف عليها، هاي الأمور فترات مختلف عليها. على أقل تقدير قلت لك اليوم نقدر نعمل ونعارض وبالبرلمان وبالمحاكم وبالقانون نشتغل على تعديل هالقوانين هاي، حتى بالمذهب السني والشيعي هناك فرق في تفسير هالأمور هاي.